هل نصر حسين اقل شأن من شباب الوزاد ومود الجزائر واتحاد الجزائر من حيث تاريخ الكره، من حيث مش قدموه للكره الجزائريه من لاعبين اللي صنعوا امجاد الكره الجزائريه، دعموا المنتخبات الوطنيه، ام انه جو سي با ما عندكش حل؟ حتى نقول لك باللي ان الحق العام الاول ولا عامين قبل كانوا حتى الانصاري راه مشاو حتى الوزاره. نعم. باش تكلموا مع المسؤول في الوزاره، قال لك لازم نصر حسين ده يكون عندها شركه والفريق تاعنا يبقى دائما، خاطر محبين هذو يحبوا الفريق تاعهم باش ما يزولش اذا كانت تكمل في هذه الطريقه. هذه الفريق تاعنا احنا واش عطاه، واش لاعبين، حتى الفروع الاخرى، فروع كره الطائره وكره السله، هذو كل، حتى كره الطائره خدت 3 خطرات بطل افريقيا. نعم. عسلك انا باسكيتور في الملعب هذا. هاد الفرق هذه لازم تكون عندها شركه اللي تتكلف بهاد اللاعبين هادو ولا بهاد الفروع هادية، لان ممول الكره ولا ممولين اللاعبين على المستوى العالي في كل الفروع، نصر حسين دائما احسن الفرق الجزائريه اللي مولت الفريق الوطني. هما الحراش، هما القبه مثلا، القبه، اتحاد الحراش، جمعيه وهران، الخزان، جمعيه وهران.